عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ومن ثم فرض العقوبات الأمريكية، تزايدت حدة التصريحات الإيرانية، وخرج على لسان مسؤولين عسكريين وسياسيين جملة تهديدات أثارت قلق المجتمع الدولي وأثارت حفيظة الشعب الإيراني الذي يحتج يوميا على سياسات نظام الولي الفقيه الهدامة، الأمر الذي جعل النظام يلجأ إلى التصعيد داخليا وخارجيا بغرض التخويف والترهيب لإثبات القوة والسيطرة، في حين أن الواقع يؤكد عكس ذلك.